من الأفضل، كأس آسيا أو كأس أمم إفريقيا؟ بالنسبة للتنظيم وللملاعب وللحكام، فالكل بيتفق إنه كأس آسيا بيفوز. قطر مشت على خطى كأس العالم يلي كان واحد من أجمل النسخ إذا ما كان أجملهم، ونظمت كأس آسيا بشكل جيد جدا. أما بالنسبة لجودة وقوة المنتخبات، فبحس إنه أفريقيا تفوقت بهذا الشيء. هلا أنت بتسألني كيف يا أبو حميد؟ تعال عندي أنا بقلك. بأمم أفريقيا ما في منتخبات ضعيفة، يعني ما فيك تتوقع مين راح يفوز ويتأهل. مين فينا كان بيتوقع أنه مصر والجزائر يتعادلوا بأول مباريتين إلهم بالبطولة، مع أنهم كانوا المرشحين ليفوزوا فيها؟ أما بكأس آسيا فالمرشحين معروفين، يا السعودية يا اليابان يا أستراليا، مع الحصان الأسود اللي هو العراق أو حتى الأردن. خلونا نتفق انه البطولتين كبار وعندهم جمهور مخيف، ونحن بنتمنى انه دولنا العربية هم يلي يحققوا اللقب. انا بشوف انه كأس آسيا افضل من امم افريقيا بهي النسخة، وانتو شو رأيكم؟ مين الافضل؟ اكتبوا لي بالتعليقات، ورجاءً رجاءً رجاءً بدون فتنة، لانه الفتنة اشد من القتل.